مانيش جيد عن نداء تونس، متحمس نداء تونس، نحس بروحي في المجتمع وعادات وتقاليدي اقرب حزب لي ونداء تونس. خل عاوننا في نداء تونس منذ الحمله الرئاسيه في الدوره الثانيه، عاون خاصه في جهه صفاقس اللي شفنا معناها الديكلاج دوفوار ما بين الدور الاول والدور الثاني، وعمل قافله عاون بها وقتها دار في ولايه الجنوب. بس الباجي عمل تليفون كلم سي نبيل القري وكلم سي محسن مرزوق قال له متصل بشفيق الجراي جاو زوز بحذايا للدار. وعطاهم تعليمات قال لهم اخدموا الجنوب التونسي شفيق كل يشرف عليه. انا وقتها رئيس الحمله الوطنيه الباجي قايد سبسه. فيما فهم من تصريحات السيد شفيق جراية، وعلى فكره هو صديقي وصديقي الشخصي وافتخر بصداقته راهو. هذا مشروع شفيق مشروع التوسعه، والله تفكيره هو وفكره هو ودبارته هو وحماسه هو ورجاله هو. علاقه لما شفيق جراية هي علاقه صحبه، دونك صاحب يضرب مصاحبه، أما المبدأ اللي نخرج منه هو صحبه، صح ورجوليه.